وإذا بشر أحدهم بالأنثى. شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البشر. ليه؟ لأننا زي ما قلنا هتجيب له ولد ما يتعبش في تربيته. مش بنشوف كده ولد أبو ومراته ياخده من أهله، وبنشوف واحد تاني يجي لنسيبه شغلانة كده عشان تعرف ان الرضا هو اللي بيحدد المصائب دي كلها. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. معنى سودان الوجه انقباضه، وانقباضه من الايه؟ من الغيظ. ويمسكه على ولي، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي وهي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكظم هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. وأخذ من القربة حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح إيه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى القربة مالانا مية كده وعايزة تنفجر. كذلك الغضبان تروح عروقه تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من ايه، يبقى مكزوم، يعني ممنوع ان ينفجر، يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضه ما بشر به. ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن، يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون على زلة ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون في الامرين، ان يمسك على هون او ان يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية ان الانسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فاهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمسألة من أكثر إيه؟ ليه؟ قال لك لأن العزة مش بما تنجب، العزة لله إيه؟ ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبة الإيمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال، اعتز بإنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عاقة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوم. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف. إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة كل واحد عنده نعمة، إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف إيه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده أي حاجة إلا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية إن الإنسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى إلى غيره. لكن شوف الإيمان عمل إيه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي، الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخدها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟
لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتني في ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح. يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. مدام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول أولادك، وكل دول عزوتك، وكل مش عارف كل دول. إنما أنت تعتز بطريقتك، أنت عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه. لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به، هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما مراته تخلف بنت، مش بقى يعني يدس البنت، ده يكرهها هي، وهي دخلها ايه؟ مالها هي؟ ويبقى زليلها، ويبقى مش عارف، يقول له مالهاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش إلا دلوقتي. كان أبو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعده بتغني بالليل تقول مالي ابي حمزه لا ياتينا، يعني سايبنا كده وقاعد بعيد، غضبانا ان لا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا، ونحن كالارض لغارسين نعطي لهم مثل الذي اعطي. طب احنا دخلنا ايه في الحكايه دي؟ ما عرفناش دي الا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين؟ الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملها معادلة غلط. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. وإحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وأنت مالك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر، عمر شهرين، عمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي الى زوال ولا لا؟ يبقى اذا انت اخترت الخاسره. ليه؟ لانك انت حتى ما انتش ضامن تعيش متوسط الاعمار، انت تختبر قبل ان تصل الى متوسط الاعمار. وهبك وصلت الى متوسط الاعمار، النهايه هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المده اللي انت قعدتيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها، مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا لو. يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقوم نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظنونه، لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وهتتنعم فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره هيتنعم فيها على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاخره هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقه محدوده وتركت صفقه غير محدوده.
وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير وتركت مسألة عمرك وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المخلوق، يبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا. فبتترك الصفة الايه السيئة وخذ الايه الصفة الأعلى، الأعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر إمكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز، أي الذي لا يغلب على أمره. وما دام لا يغلب على أمره، ما هو في واحد لا يغلب على أمره أنا عايش يعني، ولكن حكيم يستعمل المسائل بإيه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، واذا بشر احدهم بالانثى ظلم، وصفه السوء ولله المثل الاعلى، كل دي يعني ايه كانت كافيه بان ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنه ايه نعمه، ولكن ربنا ما قبضش ايه النعمه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو هيؤاخذ الناس بظلمهم والدبه مالها بقى؟ الدبه عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبه مخلوقه عشان نعيم دول. طب ما هي الدبه مخلوقه لذاتها، ده مخلوق عشان نعيم دول. يبقى المساله مش مساله كاف الدبه، يعني كاف اللي هينتفع بمين؟ كاف اللي هينتفع بالدبه. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الاخذ وفي شيء اسمه المؤاخذه. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه، تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حطت حصى شلها، إنما حجر كبير، طب افرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الاخذ هو ايه بقى؟ الاخذ انك انت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه ايه؟ انك انت ايه اقوى من تماسكه بذاته او اقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذه هو اخذ منك فانت تاخذ منه، اخذ منك فأنت تأخذ منه، دي اسمها الإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقوم يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي إيه؟ ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة. مش كده بنقول كده؟ لا إيه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو أخذ الله من الناس، هو هيجي في آية ثانية يقول إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لأنها أخذت منه أشياء حقوقه في أن يكون إله واحد أنكرته، حقوقه في التشريع الصالح أنكروه، يبقى هي أخذت أشياء، فهو بس الأخذ بتاعها هين بالنسبة إلى أخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم اخذوا من الله شيء. اول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك يا ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول انه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القران انه سحر المفترى، كل ده ظلم. فلو اخذ الله الناس بما اخذوا منهم، اخذوا الحق منه واخذوا الحق من رسوله، اخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى هم اخذوا شيء، يوم عايز ياخذ شيء،
والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابة. ولذلك هناك في الآية ربنا لا تؤاخذنا احنا خدنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما ايه؟ ما تأخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى ده قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارف ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم مجهول، لأن الله يعلم إيمانهم وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى متدخلهم لمين؟ لأجل مسمى، لأنه يمكن دول ييجي من ذريتهم إيه؟ مسلمين، يهم نفسهم إيه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا، زي خالد بن الوليد زي عمرو بن العاص زي كريم بن أبي جهل، كل دول فيزعلوا أو زي نفى دول وما يقتلوه، فبربنا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتالي. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم النهاية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل لا يستأخرون كلام معقول، إنما إذا جاء الأجل لا يستقدمون إزاي يعني؟ طب إذا جاء الأجل إيه؟ يبقى ما يتأخرش، إنما يقولك إذا جاء الأجل ما يستقدموش. طب إذا جاء الأجل ممتنعة، مستحيل إنه لما يجي الأجل يبقى قبل كده، ما ينفعش الكلام ده. أما قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟ لا يستأخرون. ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون. إيه يعني؟ ما هو المثل بيكرهوا البنات عملوها بنات الله هم الله. ولذلك ربنا قال تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أو يجعلون لله البنات ولهم ما إيه؟ ما يشتهون. ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله. يعني إن الحاجة اللي تتصدق بيها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل ادها من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت ايه عشم لعبط مثلا تديله لحمة ابتدأت شكلها يتغير، لحمة عجوزة مش عارف حد مش عارف ايه، جلبية مهربين، ما تجعلش لله ما ايه ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو أنهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة، لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب، وإن أعطيته الأقل يبقى أعرف أنت بتعمر الدنيا بتاعتك، يبقى تستطيع أن تجعل من نفسك مقياسا. هذا المقياس يا ربي أنت من أهل الجنة ولا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فإذا جاء لك إنسان وأعطيته الأحسن اعرف أنك أنت بتحب الآخرة وعايز الشيء الأحسن ده يدخل لك، وإذا أعطيته الأدنى اعرف أنك أنت بتحب الإيه؟ اللي بتحب الدنيا وعايز